السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي بفيديو جديد من قناتكم قناة أنس جيمينج. طبعا فيديونا اليوم ما راح يكون جيم بلاي وما راح يكون ثغرة أو أي شيء، راح يكون تسريبات لإضافات ممكن نضيفهم لعبة فري فاير بالمستقبل أو بالتحديث القادم يعني. فقبل بداية الفيديو نبدأ بالشرح يعني، أتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات، وإذا عجبك المقطع تضغط على زر لايك، لأنه أنا أوعدك لأنه في المستقبل راح تستفيد كثير بقناتنا وراح تستمتع، لأن راح أنزل شروحات عن كيفية شحن جواهر مجانا وممكن أسوي جيف أويز يعني. ما تدري أنت، اشترك في القناة لكي يصلك كل جديد وبس. طبعا اليوم ما جمعت كثير معلومات حول التسريب القادم يعني، في تسريبات للتحديث الجديد، بس في عندي معلومة يعني ممكن تنضاف اوكي. وطبعا انا حسيت يعني هلا شركة جارينا يعني اصبحت يعني تريد تطور من لعبتها، لانه كل الناس يعني صاروا يلعبوا فورتنايت وببجي، لانه ببجي موبايل وفورتنايت يعني صاروا يعني دائما يعني نزلوا شغلات جديدة يعني لعبتهم، مو كيف يعني لعبة فري فاير. فحسيت انه الشركة عم تريد تضيف كثير اشياء للعبة لحتى تحسنها وتطورها اوكي. من الاشياء اللي راح تزيدهم اللعبة اتوقع يعني شفت في الانترنت يعني على التسريبات وهيك يعني، صار ممكن بالتحديث الجديد يصير في يعني فيك تشتري سكنات اسلحة وشخصيات او ما ادري شو بالضبط، فيك تشتري اشياء يعني قيمه بالذهب يعني مو بالدايموند، فيك تشتري سكنات بالدايموند، ولكن راح تنزل سكنات معينه خاصه بالذهب يعني، ممكن سكنات او سكنات اسلحه او اقنعه يعني ما ادري صراحه، بس هذا هو يعني التسريب اوكي. هذا هو التسريب. فأصدقائي إذا عجبك الفيديو أتمنى تشارك بقناة وتضغط زر اللايك، أهم شيء يعني إنه تضغط زر اللايك وتشارك بقناة. وبس إذا حبيت تدعمني يعني فيك تنشر المقطع وتكتب لي كومنت تحفيزي لكي أوصل على تقديم المزيد إن شاء الله. وبس وصلنا هذا المقطع، مع السلامة.